الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص لك في القول والعمل. هذا الدرس 16 من دروس السيرة النبوية المطهرة من يمنى النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا أيها الإخوة إلى المرحلة التي تلت إسلام عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما، وقلنا بأن دخول هذين الشخصين الصحابيين الجليلين في الإسلام كان عاملا مؤثرا في تغيير الموازين، ولكن بشكل جزئي وليس بشكل كلي، لأن المسلمين لا زالوا في حالة ضعف واضطهاد. طبعا استعرضت خلال الحلقات الماضية، خلال الدروس الماضية، أساليب متعددة تم اتباعها للقضاء على دعوة الإسلام، لوأد هذه الدعوة، لتشويش عليها، لصد الناس عنها بكل الأساليب، حتى يعني اضطر المسلمون إلى أن يهاجروا مرتين إلى الحبشة، وحتى وصل المسلمون إلى مرحلة الشكوى، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فالإنسان بالنهاية الذي يحمل الحق هو بشر، حتى الرسل والأنبياء هم بشر، فمن الطبيعي أن يعني يصل الإنسان إلى مرحلة من الضيق، إلى المرحلة من التعب، إلى مرحلة من الشكوى، ولكن طبعا مع تفاوت في طاقات الاحتمال لدى الناس. بعد كل هذا الذي حدث اتبع أيضا، وآخر 3 سنوات قبل الهجرة، يعني من السنة 10 إلى السنة 13 من البعثة، لأن أنتم بتعرفوا أن الهجرة صارت بعد 13 سنة من البعثة، فهدول آخر 3 سنوات كانت هي الأشد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا نقول من السنة 7 للسنة 10، هدول 3 سنوات طبعا، ومن 10 إلى 13 أيضا كان فيها الكثير من الشدة، ولكن تحديدا من السنة 7 للسنة 10 أضيف إلى كل ما حصل قضية الحصار الاقتصادي، حصار المسلمين في شعب أبي طالب كما هو معروف. ما بدي أدخل بتفاصيله، سأمر عليها بشكل سريع، ولكن هذه تضاف إلى كل ما تم. طبعا شوفوا كيف اليوم الأساليب، مثل ما قلنا أنه الأساليب هي قديمة جديدة، يعني اليوم أنت بتشوف العالم كله يخاطب بعضه البعض بلغة العقوبات والحصار الاقتصادي و الأمور المالية ومنع يعني قوت الناس من أن يصل إليهم إلى غير ذلك. تشوف أي دولتين بيحصل بيناتهم أي اشتباك الآن مباشرة باتجاه قضية الحصار. فهذا ما مورس أيضا مع المسلمين، إضافة إلى كل ما تم، حصار خانق مطبق شديد حصر فيه بنو المطلب وبنو هاشم، حوصروا في شعب بني المطلب أو في شعب أبي طالب، حوصروا لمدة قيل أنها 2 سنين أو قيل أنها 2 سنين أو 3 سنوات. طبعا بنو المطلب وبنو هاشم، شو مين بنو المطلب؟ ناس بتفكر أنه بنو المطلب يعني بنو عبد المطلب، طيب ما عبد المطلب هو ابن هاشم،
نقول بنو هاشم وبنو عبد، ما بقول بنو هاشم، شملت أبناء عبد المطلب طبيعة الحال. المطلب هو أخ هاشم. في عندك بنو هاشم وبنو المطلب. هاشم هو ابن عبد مناف، والمطلب هو ابن عبد مناف. يعني المطلب بيكون عمه لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عبد شمس ابن عبد مناف، هي أهم الذي ينحدر منه النسب الأموي، أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فالمهم اللي حوصروا إن اللي كانوا يعني الجهة أو الفخذ الأقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب. طبعا من ننتبه هون لنقطة، أنه الذين حوصروا في الشعب ليسوا كلهم مسلمين، حوصر المسلمون وحوصر معهم قسم من بني هاشم وبني المطلب ممن لم يسلم، وإنما حوصروا معهم من باب أو دخلوا معهم من باب الحمية، إنه هدول أقربائنا نحن ما بنتركهم يتحاصروا لحالهم. طبعا نص الحصار كما هو معروف، وكتبوا وثيقة وعلقوها في الكعبة، ومن ثم أكلتها الأرض، يعني الحشرة هذه التي تأكل الورق، قصة معروفة. بس شوفوا قديش كان شديد الحصار. أجمعوا على، يعني أعيان قريش الذين كتبوا هذه الوثيقة، أجمعوا على منابذة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنابذة من معه من المسلمين، ومن يحميه من بني هاشم وبني المطلب، وتعاقدوا على ألا يناكحوهم، ما بيتزوجوا منهم ولا بيزوجوهم، على ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم، ما بيبيعوهم بيشتروا منهم، ولا يدعوا سببا من أسباب الرزق يصل إليهم، ولا يقبلوا منهم صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة، حتى يسلم بنو المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم للقتل. حصار، محددين النتيجة، قلنا نضل محاصرين كون هيك لحتى تسلموا محمد عليه الصلاة والسلام للقتل، تكونوا أنتم موافقين على قتله، لأن هن ما بدهم يقتلوه بدون موافقة الجميع، وإلا بتصير حرب ضروس ضمن قريش. فهذا كان النص. طبعا ومرت الأيام، ومن المعروف أنه نحن دائما بنضرب مثل وبنقول أنه جاعوا أكلوا أوراق الشجر وإلى آخره. الدرس أيها الإخوة، ليس المهم سرد القصة، القصة معروفة، ولكن العبرة، العظة، الفائدة، النتيجة، أنه عندما توضع المبادئ في كفة والمصالح في كفة، فماذا ستختار؟ الناس وأغلبنا نعيش أغلب عمرنا ونحن لا نضطر أن نقوم بهذه الموازنة. ليش؟ لأنه بتكون المبادئ والمصالح ماشيين مع بعضه. الإيمان وما تريده أنت ماشيين مع بعضهم، ما انحطيت على مفترق الطريق الذي تضطر فيه أن تختار إما مبادئك وإما مصالحك. يعني هون المسلمين وضعوا على مفترق طريق، يا الإيمان يا ألا حياتكم، يا هي هي، هنا ماذا تفعل؟ وطبعاً لابد أن تبتلى في الحياة بهذا النوع من الابتلاء، ما في مجال. هلا هو ما بيكون طول الحياة، لا، بس بيجي موقف، بيجي موقفين. ولذلك قال الله عز وجل أكثر من موضع، الله نبهنا، هي سنة كونية، قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، شو؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال في موضع آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال جل شأنه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هذا هو درس حصار شعب أبي طالب. عندما يوضع إيمانك ومبادئك على المحك ماذا ستختار؟ ولهيك نحن اليوم بمجتمعنا لما منشوف في مصلين وفي صائمين وفي مزكين وفي إلى آخره، ولكن لا نلمس الأثر الحقيقي للدين في المجتمع. شو السبب؟ السبب بأغلبه أن هذا الإيمان إيمان فيه دخل، بضاعة مزجاة، إيمان غير راسخ، ولذلك يطيح أمام المصائب والمصاعب والشدائد. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا، وكل واحد منا حري به أن يعود إلى نفسه كي يتبصر موضع الخلل في إيمانه. طبعا انتهى الحصار بالنهاية أنه كان لا زال بقي في العرب نخوة وشهامة، وفي قريش ما كل الناس مثل بعضها، وهذا أيضا عبرة مهمة. حتى في أعدائك، حتى في الكافرين، حتى في المعاندين، ما كل الناس بنفس الدرجة، كل الناس أقل عداء من الناس. ولذلك كان هناك مجموعة هم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أمية والمطعم بن عدي وأبو البختوري ابن هشام وزمعة ابن الأسود. هدول هالمجموعة هاي اجتمعوا وقرروا نقض الصحيفة وإنهاء الحصار، أنه خلص حاجة، من المعيب أن نترك أبناء عمومتنا وأقربائنا وكذا يموتون من الجوع. شوفوا هالأسماء اللي عدت لكم إياها، واحد منهم أبو البختوري ابن هشام. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دارت الأيام دورتها بمعركة بدر، كان أبو البختوري ابن هشام مع جيش المشركين، فكان كلما يراه النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، مع أنه هو طالع عم يحارب، حامل السيف وهاجم ضد المسلمين، ولكن كان يراه فيعرض عنه. لماذا؟ وفاء له على هذا الموقف. شوف سيد الوفاء عليه الصلاة والسلام حتى مع عدوه. فمضت هذه السنوات من السنة السابعة إلى السنة العاشرة للبعثة، وكانت أشد ما يكون حتى وصلنا إلى العام العاشر. العام العاشر من البعثة اللي هو شو اسمه السيرة النبوية؟ اسمه عام الحزن. عام الحزن، يعني انت تخيلوا تتالي الصعوبات والمصائب، وهذا درس كبير لنا حتى لا يستسهل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام قضية حمل الرسالة وحمل الدعوة. إنه هي شغلة بسيطة، ليكو هاي الرسول وهي أصحابه وهي كذا، كانت شغلة بسيطة حمل الرسالة والله أيدهم ونصرهم ومشت الأمور بكل سلاسة. لا، لهيك اليوم لما بتشوف الضيق، لما بتشوف الضعف، لما بتشوف تكالب الأعداء، لما ترى ما تقول أين أنت يا رب ولماذا وشو هالصعوبات. شوف هال 23 سنة اللي هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام بعد البعثة كانت تركيزاً للآلام والأوجاع والأحزان والابتلاءات والمصائب، حتى نتعلم نحن أن الطريق ليس سهلاً. طيب لماذا سمي عام الحزن؟ هلا إذا نسأل أي حدا ليش سمي عام الحزن؟ يقول لك لأنه العام الذي شهد وفاة أبي طالب والسيدة خديجة، السند الخارجي والسند الداخلي. طبعاً هذا جزء من الحقيقة، ما كل الحقيقة، لا، هذه ليس لهذا السبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من طبعه أنه كان يعني يقيم المآتم ويبقى عاما كاملا حزينا ويواصل الأحزان بسبب موت شخص، لأنه يعلم أن الذي يموت يعني ينتقل ليكون بين يدي أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بدليل أنه لم يقم بذلك عندما مات عمه حمزة رضي الله عنه. فبلا شك الحزن كان، يعني كان هناك حزن على فقد هذين العظيمين
ركيزتين. أبو طالب كان يحمي النبي ويدافع عنه ويفتح له مجالات ويقف سدا منيعا بينه وبين قريش، والسيدة خديجة بكل ما قامت به. ولكن الحزن الأكبر أنه بعد وفاة، يعني في هذا العام تحديدا وبعد وفاة أبي طالب، أغلقت على النبي أبواب الدعوة، أغلقت كلها. كان أبو طالب يؤمن نوعا من الحماية للنبي عليه الصلاة والسلام، أغلق، ما عاد في مجال، ما عاد عم يقدر يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. فهذا زاده حزنا ودفعه أيضا للخروج إلى الطائف كما هو معروف. طبعا الطائف أيها الإخوة هي مركز يعني ثقل كان في الجزيرة العربية بعد مكة، يعني كان في مكة بعدين الطائف بعدين يثرب، هاي المدن الرئيسية كانت، مدن كانت هاي، وإن كانت مدن صغيرة ما أنا مدن كبيرة أصلاً بهداك العصر، ما كان في شيء اسمه المدن الكبيرة الضخمة التي كالتي نعرفها الآن، ولكنها مدن. وليش عم أقول مدن أنا تحديداً؟ لأن هناك من يأتي فيقول إنه العرب هم يعني وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقومه كذا هدول سكان بادية، هدول أهل البادية. لا، قريش لم تكن أهل بادية، وإنما مكة كانت أم القرى، كانت مكة وكان بجوارها الطائف، وكانت هاتين تسميان بالقريتين. لذلك القرآن الكريم سجل على لسان المشركين أنهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مين القريتين هو؟ مكة والطائف. يعني مثل هلا لما أنا بدي أقول مثلا سوريا بقول دمشق وحلب، أعظم أو أكبر، يعني أكبر مدينتين، أكبر تجمعين سكانيين، فكانت مكة والطائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أغلقت في وجهه كل الأبواب وبعد وفاة أبي طالب، شوفوا الإصرار، وهذا درس مهم جدا، إصرار، تحول باتجاه الطائف، خرج إلى الطائف، القصة المعروفة، وحوصر وضرب وأوذي، ولجأ إلى بستان بعد أن عاد بستان عتبة بن ربيعة، ودعا الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو همي وحزني وغمي وقلة حيلتي وهواني على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لم يكن يائسا ولم يكن ييأس، وحتى وصل إلى هذه، يعني هذه الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن صح فهو ينبئك عن حالة شديدة جدا جدا، يعني كانت أغلقت فيها كل الوجوه، كل الأبواب وكل أساليب الدعوة، وفقد المعين وفقد الناصر وفقد السند، وأصحابه جزء منهم هاجر وجزء منهم معذب وجزء منهم خارج من حصار اقتصادي، ورفضت مكة ورفضت الطائف. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ طيب هنا سؤال، لماذا حصل ذلك؟ يعني ليش لما النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أمس الحاجة إلى من يقف معه توفي أبو طالب والسيدة خديجة، ليش ما ضلوا؟ طيب ليش ما الله خلاهم؟ ليش ما خلى السيدة خديجة معه وهي كانت سكنه، كانت تؤنسه، كانت تخفف عنه، كانت تؤازره بنفسها وبمالها وبمشورتها، وكذلك الأمر مع أبي طالب؟ لماذا؟ حتى لا يأتي زمن يقول فيه أحد أن الإسلام انتصر بسبب حالة قبلية أو حالة عائلية أو حالة أسرية أو حالة دعم من الأقارب أو حالة كذا. لا، شوفوا كل السبل تقطع حتى لا يبقى إلا أن يكون الله هو الناصر، وأنه بفضل الله عز وجل خرجت هذه الدعوة. طبعا ما حصل الآن مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة هو سنة الأنبياء،
ولذلك عندما كان الله يواسي نبيه كان يواسيه فيقول له وإن قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. سيدنا نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. كل الأنبياء أو أغلب الأنبياء كانوا مع هذه المعاناة. والأنبياء أيها الإخوة أرسلهم الله عز وجل ليكونوا قدوة لنا، لكي نعلم أنك إن أردت أن تسير على الحق وعلى طريق القويم وأن تحمل الرسالة فإياك أن تكون يائسا، لأنك عندما تنظر إلى الأبواب المغلقة فأنك تنظر إلى الأسباب البشرية فقط، ولكن الله عز وجل فوق كل هذه الأسباب مهما أغلقت. هذا هو الإيمان أصلا. الإيمان هو عندما تغلق كل الأسباب وكل الأبواب، هل تيأس؟ هل تنتحر؟ ماذا تفعل؟ هل تتخلى عن الرسالة؟ نحن اليوم إذا واحد بنزعج بكلمة بتخلى عن كل مبادئ وعن كل كذا، وأنا ما بدي هالقصة وأنا ما بدي هالشغلة وأنا كذا وقالوا لي وحكوني، لا لا أبدا أبدا. الأنبياء لم يكونوا كذلك على الإطلاق. ولذلك أيها الإخوة هنا دور الإيمان في وجه اليأس، واليأس لا يكون مع الإيمان. لهيك سيدنا يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شوفوا الدرس بتتعلموا بدقة من سيدنا يعقوب. فقد يوسف وصبر 10 سنين، شو كانت نتيجة صبره؟ وهي أنا دائما بذكرها وبستدل فيها وبستشهد فيها لأنه العبرة فيها كبيرة. شو كانت النتيجة بعد صبر السنوات؟ أن فقد ابنه الثاني، هي النتيجة. ما رجع يوسف، فقد الابن الثاني. قام شو عمل؟ قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. زاد البلاء فازداد أملا ولم يزداد يأسا. ونتابع بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم.